قناة الجزيرة دي اللي نشرت خريطة مصر بشكل مشوه يعاقب عليه القانون ويحاسب عليه القانون الدولي. المفروض يكون فيه تحرك حقيقي في مجلس الأمن لمحاولة قطر إشاعة فوضى في خريطة دولة مستقرة، دولة عريقة عراقت التاريخ. بصوا على الخريطة دي، مصر، طلع من مصر سيناء، حط لها حدود لوحدها، قال الباقي ده كله مسميه مصر ايجيبت، والتاني سيناء. سيناء لوحدها اكنها خارج حدود الدولة المصرية. ده منشور فين؟ ده متزع فين؟ في قناة الجزيرة القطرية. يعني لما مصر بتتحرك لتقسيم دولة قطر إلى شوارع، هيبقى مش تقسيم دولتين، تقسيم شوارع أو أحياء إلى ثلاث أربع أحياء، يبقى عندها حق. دولة مارقة ومحطة مسمومة، وكل مرة بعيد هذا الكلام ولن أمل الحديث، لأنه الأفعال اللي بتطلع من هذه القناة ومن القائمين على هذه القناة ومن هذه الإمارة والقائمين على هذه الإمارة قمة الفسق السياسي.